عنده حاله من الشك ان هو مش لاقي مهاجم صريح. اتفضل لدرجه تلعب حاجه رهيب مهيبه هتطلع. لا انا عايز لقطه فيريرا. يتفضل اتفضل يا بالصوت. اتفضل بالصوت. باي باي فيريرا. بص الجماهير بتقول له ايه هنا؟ اسمع. دول جماهير. ده جمهور حلوين بس حلوين جامد طبعا. يعني مباراه النادي الاهلي دي بالنسبه له مثلا انا ما اخدش بطوله واكسب النادي الاهلي، ده بالنسبه لجمهور الزمالك. يعني خلاص وصل للجماهير باي باي فيريرا. ماشي شكرا. جميل وانا عارف ان جمهور الزمالك طبيعي اللي هو زعلان ومتضايق، بس برضه ما ينفعش احنا ثقافتنا كمصريين او ناس في المجال حتى لو هو هيمشي ما يمشيش، بالعكس يبقى في تكريم لحضرتك. باي باي, باي, باي اوكي ما فيش مشكله. الفنانه وفاء عامر اهلا بيكي والف مبروك الفوز وليلى.